وسهلا، اهلا وسهلا، خير وحب بكل مشاهدينا في كل مكان، وبتقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا معانا النهارده في 14 شريف. النهارده عندنا مفاجاه في الحلقه، مفاجاه حلوه قوي ولطيفه جدا. بس خلينا كده قبل ما نقول لكم عندنا ايه النهارده، نرحب ترحيب كبير قوي بالضيوف اللي النهارده مشرفينا، والجمهور خمس سيدات جاي لنا، جمهور من جمهور البرنامج، بحييهم تحيه خاصه جدا جدا جدا. ايوه، ازيكم يا ستات مصر وبنات مصر، حلوين؟ كلكم زي القمر، كلكم شكلكم بتطبخوا كويس صح؟ وداخلين عليا من غير حلل محشي ولا اي حاجه؟ المره الجايه انت هتيجي تاني، ده وعد، انت حره. ها؟ يا حبيبتي تسلمي. عشان انتوا جيتوا لنا النهارده على فكره هيكون ليكم مفاجاه هنقولها كمان شويه. بس خلينا كده نرحب باثنين من ضيوفنا النهارده مشرفينا ومنوريننا، وهبتدي كده اقول رنين عشره السنين والتشين الجميله، رنين اللي بقى ليها دلوقتي محلات وفروع في كل مكان، وكان ليا الحظ ان انا اروح افتتح معاهم فرع ابو يوسف في اسكندريه، والاسبوع اللي فات فتحوا فرع في الصعيد زي ما وعدونا عشان يتواجدوا في الصعيد. وخلينا كده في الاول بس نرحب باستاذ احمد سعيد مدير التسويق بشركه رنين، اهلا وسهلا منور. ازي حضرتك؟ انت كويس؟ مبروك الافرع الجديده كلها، الله يبارك فيك، يا رب عقبال الفرع المية يا رب، واحنا حققنا هو وعدنا وبقينا في الصعيد. ده اهل الصعيد مبسوطين منكم قوي، الله يخليك قوي قوي. طيب النهارده رنين عامله لنا مفاجاه، زي ما احنا عارفين ان رنين بيهتموا جدا في الافرع بتاعتهم انه بيبقى فيه منتجات بكواليتي عاليه، وطبعا اي اتنين بيتجوزوا بينزلوا يفرشوا بيتهم بيحبوا يروحوا رنين يجيبوا أجهزة كهربائية، بيحبوا يجيبوا الحلل بتاعت المطبخ، بيحبوا يجيبوا كل حاجة كمان، الملايات والمفارش والحاجات اللي هناك بصراحة، والأطقم الصيني حاجات تجنن. فبما ان هما بيحبوا ينقوا الكواليتي الحلوة او الجودة الحلوة، فمن ضمن المنتجات الموجودة في رنين يونيون اير، فتحية كبيرة قوي ليونيون اير لو سمحتوا من فضلكم. واول ما نقول يونيون اير هنقول اجهزه اللي بتقعد كتير قوي في البيت والواحد بيبقى مبسوط بيها، ومن ضمن الميزات اللي في اجهزه يونيون اير ان الجهاز بيبقى شكله حلو، الثلاجه حلوه متدلعه كده، الجهاز شكله حلو، وحاجات بتقعد ممكن يعني اجيال يقعدوا يستخدموها. النهارده معانا من يونيون اير استاذ سمير كمال، رئيس قطاع كبار العملاء والتجزئه بشركه يونيون اير، برحب بيه، اهلا وسهلا. شرفنا ومنورنا، مرحبا بيكم. اخبار حضرتك ايه؟ سعيد جدا لما بحضرتك النهارده، ده احنا السعداء اكتر. انا سعيد. عايز اعرف التعاون اللي بين يونيون اير ورنين. تعاون مستمر وسيستمر، وفي مبادره دلوقتي موجوده بتاع تجهيز عرايس مصر، فكان من اكبر حلفائنا فيها طبعا يونيون اير. انا عارف ده. اول ما يونيون اير اجهزه منزليه زي ما انا قلت في التقديم، وانا بقدمكم طاق الاجيال ممكن تستخدمها. تمام. نقول بوتاجاز، غساله، ثلاجه، تكييف، ايه كمان؟ تي في، شاشات، الكيتشن ماشين اللي هو كل ما يخص المطبخ، السمول ابلانسز بقى اللي هو المكنسه، الووتر ديسبنسر بتاعكم حلو قوي، الووتر ديسبنسر، كل رينج، السخانات، الغاز، سخانات الكهرباء والغاز، الكهرباء، الفلاتر، كل، احنا الشركه الوحيده في مصر اللي عندها اللاين كله. اوكي، طب في الفقره هنتكلم عن بالتفصيل على الكلام ده كله، وانتوا النهارده عليكم مفاجاه من رنين ويونيون اير، خلوا بالكم. طيب خلينا بس نكمل بقيه سكان الشارع اللي النهارده مشرفينا ومنورينا، وعندنا النهارده في الريستوران اكل حلو قوي قوي قوي، واميره منوره، اهلا 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 اهلا. أهلاً. انت حلقتي شعرك اكتر؟ لا زي ما انا شايف النهارده القفا باينه. لا طول عمري. ليه في كده؟
طول عمري. احلى كده. اخبارك حلوه المريالة دي؟ اول مره اشوفها. مش دي جديده؟ ثانك يو. جديده؟ اه عامله طقم مرايل شكلك. عامله لنا اكل النهارده. ايه عاملين فطيره حلوه قوي جديده جدا اسمها فطيره، حاطين فيها زبده وجبنه، جبن وزيتون. اسمها فطيره الايه؟ فطيره الجبن وزيتون. الجبن والايه؟ زيتون. والزيتون اخضر ولا اسود؟ انا حتى اخضر. طب مش حتى زيتون اسود ليه؟ كلاماتا المره الجايه عشان ما ينقعش اسود بس عليها. طب وايه ايه الحاجه الثانيه دي؟ الحاجه الثانيه دي تارت كيك، تارت وكيك. ازاي يعني؟ كيك معمول على شكل التارت وجواه كريمه وفوقيه مارينج لذيذ قوي، يعني عاملين تارت بس بالكيك. حرام عليكي والله، حرام عليكي، بتجوعنا بس بتاكلني اكل حلو. ده المهم هندوقك الحاجات دي، خلي بالك. طيب عندنا النهارده كمان الفقره اللي كتير بيستنوها وانا كمان بستناها، اللي بنتكلم فيها عن اجدادنا المصريين القدماء اللي سابوا لنا احسن حضاره في الدنيا. النهارده هنتكلم عن الاسره الخمسه، وما دام قلنا الاسره الخمسه ومصريين قدماء يبقى اكيد جلاديس حداد النهارده منوره ومشرفه. اهلا يا جلاديس. ازاي؟ ازيك يا شريف؟ ايه ده؟ صوتي بايظ ضايع. عندك برد؟ اه معلش. هو انت عامله تاتو في رجليكي؟ ده اول تاتو عملته. اه ما في كتير؟ اه ده في واحد في ايديكي. ايه في الصيف. في الصيف. اه في الصيف هيبان الباقي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. لازم اقرب منك عشان اسمعك. كويس. وانت كويسه؟ غني كده؟ لا ما فيش. ما فيش. نبدأ نتكلم على الأسرة الخمسة. الأسرة الخمسة فيها إيه أهم الحاجات اللي في الأسرة الخمسة؟ في تحول ديني وسياسي قوي جدا. الأسرة الخمسة اللي بعديها جه الأسرة الستة اللي حصل فيها بداية الانهيار، بانهيار عصر المحلل الأول بسبب مين؟ ايوه بيبي الثاني اللي حكم مصر 96 سنة. مشرفة أنا منورة، مش عارف النهاردة هتتكلمي إزاي في الفقرة بس هتتصرفي. طيب عندنا النهاردة كمان اتنين عاملين مشروع للمهارات اليدوية، فخلينا كده ارحب بماريا ثابت وكاترين كرم. اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ انا كنت فاكركم اخوات، طلعتوا مش اخوات. زي الاخوات. ولا خاله ولا ايه؟ لا لا. بتعملوا ايه؟ صحاب من زمان. بس بتعملوا ايه؟ احنا بندي كورسات. احنا اصلا خريجين تربيه فنيه، وبندي بقى كورسات تطريز ورسم كل حاجه ليها علاقه بالاشغال اليدويه. اي حاجه بتتعمل بالايد بنديها. طب هو محمد صلاح حبيب قلبي علاقته ايه بيكوا؟ بورتريهات. انتوا بترسم؟ ما رسمتونيش. جايين لي في 14 اشوف مش رسميني. لا نرسمكم مره ثانيه. اخير من محمد صلاح على كده. خلاص كده ليك صوره. شرفيني ومنوريني. النهارده هنشوف الاشغال اللي انتوا بتعملوها، وهنعمل لكم دعايه برضو تقولوا لنا الناس ازاي تتواصل معاكم. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. طيب احنا قبل ما نسمع اخر اغنيه ونسمع اغنيه هتسمعونا ايه؟ فين قلبي للاستاذ محمد فوزي؟ فين قلبي للفنان الراحل محمد فوزي؟ بعدها هناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في فيرست رو مع اميره. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. سلام يا سلام. رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال او استفسار او عايز يشارك معانا باي حاجه خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف، ممكن تتواصلوا معايا انا كمان شخصيا على الانستجرام الخاص بيا شريف مدكور تي في. اللي يحب يشارك معانا ويجي عندنا جمهور في برضو بوست على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف، خشوا واكتبوا وتعالوا. يمكن زي جمهورنا النهارده كده كلهم لما كسبوا جوائز من يونيون اير ورنين، ممكن انتوا كمان تبقوا الحظ معاكم وتكسبوا حاجات عندنا في 4 شارع شريف. النهارده عندنا اكل حلو قوي قوي، وعندنا ملكه المعجنات في مصر كلها الست اميره. ازيك يا شيخ؟ ميرسي جدا والله. يعني لا انت اصلك بصي، انت عارفه انت واثقه في نفسك، انت عارفه ان معجناتك فظيعه. حبيبي ربنا يسعدك. شكرا. وانا مسميكي اميره عجاين. مقدمه جميله جدا. طول النهار تحب تلت وتعجن، تلت وتعجن، وفي الغلق وفي الاخر وفي الاخر راح تحلق شعرها بالموس. اخبارك ايه؟ شياكه. كله تمام؟ ازيك يا شيخ؟ ايه بقى؟ عاملين لنا ايه؟ عاملين فطيره بالجديده خالص دي اللي مربعه دي. ماشي هتعجبك طريقتها، شكلها يجنن. والثانيه دي كيك على شكل تارت وجواه قشر بطاطس. لا لا ده ايه ده؟ بص هو قشر تفاح بس هو علشان بقى من عشان حرقتيه بالبشبوري. اه افتكرته قشر بطاطس. لا لا. طب عايزه تبتدي بايه؟ يلا نبتدي بالفطيره.
يلا يلا. فطيرة الجبن والزيتون 7 كوبايات دقيق مخبوزات وكوباية للفرد، بيضتين، 2 معلقة كبيرة خميرة، كوباية لبن دافي، كوباية مية، 4 معالق كبار زيت، 4 معالق كبار سكر، 2 معلقة صغيرة ملح، زعتر، بودرة ثوم، بودرة بصل، كوباية زبدة، ومعلقتين كبار عشان ندهن الوش، كوباية جبنة كريمي، وكوباية زيتون أخضر، وسمسم عشان الوش. أوكي إحنا جاهزين. جاهزين تاكلوا؟ يلا جاهزة يا حاجة. هي مختلفة شوية عن بقية المعجنات بتاعتنا يعني. ف بص بقى يا سيدي، لا قبل دي انا هجيب بولة واحط الخميرة في الخط. دي الخميرة ودي كوباية مية ساعة او اقل، لا مية دافية، وكوباية لبن. حد هنا بيعرف يعمل العجين في البيت؟ تعرف تعمل عجين؟ عجين. وبعدين هحط البيضتين. انا حطيت الخميرة، كوباية اللبن، كوباية المية، دافيين ومعهم بيضتين، دافيين ومعهم البيضتين، وهضرب كويس. وعندي 4 معالق سكر، لو حطيتهم كلهم هتحصل مشكلة ان الخميرة مش هتشتغل، لازم احط جزء صغير، يعني احط مثلا معلقة. وهسيب العجينة، يعني ما احطش سكر مرة واحدة؟ لا حطيت جزء بس، حطيت معلقة. ودول 4 معالق زيت، خلاص زيت عادي مش زيت زيتون. وهقلب الخميرة الأولانية بتاعتي وهسيبها، ممكن احط كمان شوية دقيق هتشتغل معايا كويس. العجينة دي تحفة ما شكلها طعمها حلو. دي معلقة دقيق. هسيب العجينة تخمر شوية 5 دقايق. هسيبها بس هي دي اللي هنسيبها مش دي دي الخميرة خلاص. هسيبها شوية لغاية بس ما تاخد وتدي مع بعض. وهعمل الجبنة الكريمي. الجبنة دي هي الحشوة بتاعتنا خلاص. انا هاخدها المعلقة معاك. نوع عيش حاجة. طيب كده هو ده العجينة بتاعتي. دي العجينة هي مية قوي كده عادي؟ دي هتمسك نفسها معقولة؟ لا مش هتمسك، مش هتمسك، هنضيف لها بس دي الخميرة بتاعتي. طيب ده الأساس بتاعي. اوكي خلاص. ممكن هنا بقى هنعمل ايه؟ خد دي واديني اللي معايا. ليه؟ ليش؟ عشان اضرب الجبنة اهو. طيب ماشي. انا في البولة التانية هحط الجبنة الكريمي. هسيب بقى دي تهدى شويه كمان. هسيبها تهدى شويه. هحط هنا الجبنه الكريمي، وهحط الزبده، كوبايه الزبده هسيحها واحطها، وهضربهم مع بعض، واحط عليهم بودره الثوم وبودره البصل. ده ايه ده؟ دي الزبده. الزبده علشان ايه؟ دي هعملها طبقات زي الكرواسون كده. خلاص ده عجينه الفايه ولا ايه؟ قريبه جدا خلاص. واحط عليها الزعتر وبودرة الثوم. دي من أي بلد دي؟ وبودرة البصل من بلد أميرة. مين؟ أميرة. أميرة مين؟ مع أنا. منين يا مصر؟ لا اختراعي يعني. اختراعي؟ أنت اخترعتيها؟ فيش مرة كده تخترعي لي أكلة وتعمليها معجنات شريف مدكور؟ هعمل لك مرة معجنات شريف مدكور. مش أنا لقيت فرن بيبيع الشتانجل اللي أنت بتحبه افتكرته. قلت لها لازم. لا واحد تاني. فين؟ قريب. اللي هو فروكسي؟ في ميدان الإسماعيلية. والله تعرف الشتانجل؟ في نوع عيش كده اسمه شتانجل عليه ملح، مش عارفينه خالص. عليه ملح و ملح وزعتر لا واسمه ايه؟ انت عرقتي؟ لا ده حتى الدنيا بارد. لا خلاص الجبنه دي بقى هخليها كده، بس تدوب كويس. وبعدين هاخد بقى الخليط بتاعي، ممكن اخد ده وهبتدي ازود الدقيق شويه بشويه. هزود هنا وهضرب، هزود وهضرب لغايه ما يتقل معايا. الموضوع ده بيخلي العرق اللي في الدقيق يطلع اهو. خلاص دي بقت كريمه خالص. ايوه حلو قوي. خلاص انا زودت دقيق كده. مين وقع فوق يا وائل؟ حد وقع؟ لا يا حبيبي ولا حد واكل كروم؟ كلنا بخير. شكل حسام واكل كرومب كده مع ارنبي. لا يا حبيبي ده باهر مش انا. عجبتك قوي.
خلاص انا بقلب دلوقتي العجينه دي. طب ليه مش بالمضرب معايا؟ عشان هيلزق فيه خلاص، تقلد بقى. خلاص بعد ما تتقلب كويس هنا معايا بتاع كوبايتين دقيق. يا إيه اللي هكمل عجنها؟ يا إيه اللي؟ يا إيه اللي؟ يا إيه اللي دي؟ يعني يا يا إلا ما تجيش غير كده. يا إلا يا إلا مش يا إلا يا إلا. شايفاني إلا ولا لا؟ خصص عيب كده. بص بقى العجينه اللي معاك دي انا هقعد اضرب فيها كده. تقعد تضرب فيها كده لغايه اما تطلع العرق بتاعها. وبعد طلع اهو العرق اهو. خلاص كويس قوي. هنضيفها بقى هنا، هنحطها هنا في العجان. والله ليه بقى هنحطها في العجين؟ يا ممكن نكمل على ايدينا، نقوم منزلين الخليط ده على ايدينا ونكمله على ايدينا، او نحطه في العجين. خد هي لازقه ليه؟ هي سباتيول اهي. استني بس اهو. يا ساتر، ما كنا حطيناها من الاول في العجين؟ لا لازم تتعجن كده، هي دي طريقتها. لو اتعجنت في العجين هتعمل كلكيع. كلكيع تبقى عجينه مكلكعه. هاتي امسكيها لي. طب اسنديني، ساعديني، ساعدك ربنا. طيب حق عليا، واقفه اساعدك شقيان. اوعي بس بتاع ما هي دي بتتفك. أيه. لا احسن ما نعرفش نركبها تاني. لا انا بعرف. سيبيها شيخه، سيبيها عند واحد زي. خلاص مهم جدا الكلام ده. خلاص خلاص ركبي بقى البتاع ده. هركب البتاع ده. احنا شغاله. بعد كده هنعمل ايه؟ هنكمل هنحط بقيه الدقيق. حبه حبه ولا مره واحده؟ لا حبه حبه. ممكن ما نحطوش كله، هنفضل نحط لغايه اما تلم من الجناب. خلاص خليها تقعد. بعدين العجينه دي عشان تطلع حلوه والعجينه لا انا لا هشتغل هنا. هقوم حاطه كده. والعجينه دي المفروض تتعجن في العجان 8 دقائق وعلى الايد لمده ربع ساعه. دي تتاكل سخنه؟ ايوه. هسخنها لكم. نشيلها بقى من هنا. ايوه هقوم حاطه ده طبق كريستال بتاع جهازك؟ لا بتاعي بس مش جهازي. لا بس بتاعي. كانت متجهزه كريستال معاهم فلوس قد كده؟ لا خالص. مش مامتك اللي جهزتك يعني؟ ده جوزك اللي جابه؟ لا لا مامتي برضو. ماشي. شكلها مش طايقه جوزها. ما تبقاش لا بحبه بس مامتي اللي جايباه. طيب العجينه علشان يطلع منها العرق زي ما احنا عارفين بنفضل نفرد فيها ونتني لغايه اما تكون لنا عجينه. تمام هنسيبها لا خلاص هنسيبها تختمر لمده ساعه او ساعه الا ربع، يعني لغايه بس ما يتضاعف الحجم بتاعها. وبعدين هنرش المنضده بتاعتنا كده اهو. وبعدين هنقسمها دي كم واحده؟ يا 9 يا 8 يا 9 يا 10، بس اقل حاجه 8 علشان تعمل لنا زي الكرواسون كده. اوكي خلاص. وهجيب ال هقسمها اهو اهو. عايزه ايه؟ التقطول. هقسمها كور، هقسمها الاول بالنص، ودول بقى اقسمهم زي ما انا عايزه 2 3 4 5 وكذلك دول اهم. كل قسم هاخده وهعمله دوريه كوره كده واحطه جوه نفسه. وهجيب طبق. احطه جوه نفسه ازاي؟ يعني هوري لك هحطه جوه نفسه ازاي. يعني كده اللي هو كده. ماشي. وبعدين كده لازم نشتغل بسرعه. خلاص وهكذا بقيه العجين لغاية اما اخلص العجينة، وهسيبه يختمر ويتضاعف الحجم بتاعه. ماشي. وبعدين لما يتضاعف الحجم بتاعه بقى هوريلك، بس هشيل دول. انا بس خدت من دول كنت عاملاها على 9، فخدت منها. هتضافلك هنا الاول؟ لا لا هشتغل عليه لسه. ماشي. خدت منها 6 من 9؟ ماشي. فضلوا الثلاثة دول. دول اللي هشتغل ايه؟ يوم هفردهم. يعني هما يشتغلوا بكام واحدة؟ 9 ولا 3؟ 9.
وهم فين التسعة؟ أنا مش فاهم. انتوا فهمتوا ايه قالته؟ اه انتوا فهمتوا؟ انا ما فهمتش قصدكوا ايه بقى يعني؟ هيطلعوا تسع قطع، انا فردت سته علشان الوقت. علشان الوقت. خلاص تقولي كده زعلي على طول. خلاص هوري لكم. ففي هنا ثلاثة، في هنا ستة. ستة. بص انا عملت ايه؟ هم رقات فوق بعض. خدتها كده. بص يا جوهري هاتهم كده. يعني ما هو لسه هوري لك. اسبوع اهو رقات. امشي معايا انا بالخطوات. ستة ولسه هتحط عليهم ثلاثة. ما انا بدوري للناس. امشي معايا. ما بتفهمش زيي. مش كلهم اذكياء زي حضراتكم. لا انا همشي هقول لك. وبعدين انتوا عشان طول النهار قاعدين في المطبخ فبتفهموا احنا مش فاهمين. لسه ما وصلتش للخطوة. بس انا دول تسعة، انا هاخد واحدة منهم بعد ما اتنفخت كده ما عملتش فيها حاجة. تسعة. انا هعمل فيها ايه؟ بص انا هفردها كده. بص اتفردت معي بسهولة لانها ايه سبتها ترتاح. خلاص وايه هحطها على جنب هنا. مش هتحطها في دول؟ هحطها على جنب هنا. سمعها بس. بص معايا تاني. اهو. هاخد كورة من الكورة. ايوة. خلاص. من التسعة. زي ما هي كده. من التسعة. زي ما هي. وحفردها. وحفردها زي ما هي. بص يدوب بس بطلع منها الهواء. ما بفضلش هتني واعمل فيها لان عشان تتفرد معايا. وبعدين خلاص. هتبقى زي دي. هتبقى زي دي. التسعة دواء كور او العشر كور هعملهم بنفس الطريقة دي. هفردهم كده. انت عملتي ستة مسبقا. ايوة علشان مين انا عشان ما انا كنت هقول. انتوا ستات بتفهموا بعض. هقول بص اهو. ما تجيش فرصه انا متسلسل. عصبي انا شوية. ولا يهمك زي الفل. بص قولي ولا يهمك وموعدك هتخلص البنات زي الفل. مش طايقة. لا 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 خالص بالعكس. بص بقى اهي سوري اهي خلاص. وبعدين هقوم عامله كده بينهم علشان ايه ما يلزقوش في بعض. دي انا فاهمها. طب هنا ليه حاطه ورقه؟ علشان ما يلزقوش في بعض لانه احنا خدنا وقت فخفت يلزقوا في بعض. لو سبتهم كده 10 لا لسه هشتغل. خلاص انا بحط هنا دقيق كده وبعدين هاخد الدوائر اللي انا عملتها قبليها هنضفها وهاخد من الجبنه اللي معموله بالزبده واحط فوقيها ده. مفروض بس انا اضيفها خالص خالص من الدقيق علشان الجبنه تلزق فيها. خلاص اللي بعده جاهزه. تقولي كده اهو جاهزه. هقوم عامله كده. مين فيكم بتعرف تقطع؟ ولا واحده اجي اقطع انا؟ بتعرف تقطعه؟ طيب طيب السخنه. لا هجيب لك حاجه تقطعي بيها. خلاص يا ميرا بتعملي ايه بقى؟ كل واحده بتديني اعمل الكريمه. الكريمه دي فيها كوبايه زبده وكوبايه جبنه كريمي ممكن اكتر طبعا. وهلزقها فيها كده. وفردتها حوالي سمك مثلا 20 سنتي او 25 سنتي. كل واحده تاخد نيابها قطر يعني. مين هيقطع حضرتك؟ يلا بالهنا والشفا. سخنتها لكم اهي بقى. وايه؟ لا ميرسي انا اكلت. ثانك يو. لا انا والشيفة. حتى لو اكتر شويه مش مشكله. عمالين يوشوشوا بعض وتقول لها باين عليها ما بتعرفش تطبخ. ساعات حاجات بتبوظ مني عادي يعني. اللفته اللي قاعده على الطرف دي اللفته طرحة روز. بصي عماله بتعمل ازاي؟ لا لا دي حياتي حبيبه قلبي والله. ايه اسمك ايه؟ لا 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 ها؟ امينة عملت تبشوش قلت لها هات يا جوهر عليا عملت تعمل لك ايه؟ قد زياد ابني. فاكره نفسها بتعرف تطبخ وهي فاكره نفسها ايه؟ وبعدين بقى الحاجه اللي بعدها قعدت تتريق على البوت بتاعك. على البوت بتاعنا. وفاكره نفسها بتشتغل في المطافي؟ يلا منين دي؟ انت مش قلتي كده؟ قلتي ولا مش هديكي الثلاجه انت حره. بص طبعا اهم حاجه اما اللي بعدها بقى بتقول ايه؟ لابسه كات مش بردانه في عز الشتاء ازاي؟ هموت قلبي هيوقف. انت مش قلتي كده؟ قلبي هيوقف. حسيت بيك. عندك حق والله. اكل العيش يا بنتي. نعمل ايه بس؟
بص احنا كده كام فاضل لنا 2 اهو. انت براحتك خالص. انت كل ده بتقطعي؟ طب اكليهم بقى خليهم ياكل. نحط الجبنه كده. زودي انا هخلص. لا بس فظيعه اللي تعالي تعمليها. لا ده لسه انت هتشوف فظيعه جميله بشكل طبيعي. امال المخللات اللي هناك دي ايه؟ هنحطها برده والله على الوش بقى ولا ايه؟ ايوه كده. هي دي تتاكل بالايد اصلا، انا باكلها بالايد بس انا جبت لكم شوك كده منظر. هي بتتقطع منها كده لان هي قطع كلها هنقطعها دلوقتي. ما اقطعها هناك. خلاص دي اخر واحده. خليها ورا. خلاص هنحطها كده. جوهري بيقول لك سيبي لي حته. ايوه عينيا. خلاص وبعدين خلاص دي هعمل ايه بقى؟ هقوم فرداها بالنشابه زي الكرواسون كده. مش عايزه كده. انا لسه فاضلي طبق تاني اصلا. حاضر خلاص وبعدين هقطع. حلوه؟ شوفي محدش نطق. لهم حلوه؟ محدش اتكلم. ده معناها ايه بقى؟ لا ان هي ان شاء الله كويسه. بتقول لك رائعه وتسلم ايديك. حياتي ربنا يخليك. هي من ساعه لما حلقت الحلقه بتاعت القفه دي وهي الاكل طالع يجي. الاكل طالع كده ما اقولكيش. عايزه ايه؟ ريشه. فرشه كيدو. فرشه كيدو ما خدوهم بقى مش موجودين. يتصرفي. مش مهم. هنقوم حاطين شويه زبده هنا في ال هنا كده اهو. اهي اهي اهي. استنى خلاص اتصرف. لا لا احسن يقولوا ما عندناش فرشه. فرش لا عندي. خلاص حطيت شويه هنا وهقوم ايه ما تاكلي. انت عامله رجيم ولا ايه؟ كلي. طب اللي انا والشيف احنا قاعد عندنا هنا بالاكل والهدايا والاغاني الحلوه. الناس تيجي قاعده تفرفش تنسوا الهموم وتقعدوا معانا. ايه ده بتحطيهم كده مكعبلين؟ ايوه من غير نظام هيبقوا زي ما هم اكلوها. ايوه. لا دي مش طاسه يا جوهر. دي طاسه. دي يا جوهر ده قالب يا حبيبي. طاسه ايه بقى؟ ترشي بقى من فوق. واللي عندهم فيها ترشي دي كده. وبعدين هرجع تحطي عليه الحشو ترشي. اللي هي الزيتون. ما تحطي كتير شويه. ايه البخل ده؟ طبقات. لسه طبقه تانية عشان ايه؟ سوري اكسكيوز مي. ولا يهمك. بص تحبيني انا جدا وانت بتزعقلي. بحبك قوي. بتزعقلي انا عمري زعقت لك كتير. انا عمري زعقت. طب انا راضي. انا عمري زعقت لك. لا ما هو مش دلوقتي. امال فين؟ بص بقى الصينيه دي صغنطوطه. شوف قطعت الموضوع. فاحنا ايه مش هنعمل حاجه غير دول. ممكن نجيب صينيه ثانيه. لا لا كفايه. ما انا بس يعني الكميه دي احطها في صينيه ثانيه. ايه ده؟ دي بقى زبده. خلاص هنعمل كده. خرابي. تخش بقى الفرن قد ايه دي؟ هتخش الفرن. بص بقى دي فيها تريك عشان هي تخينه. فهنعمل ايه؟ هندخلها الفرن لمده ربع ساعه 15 دقيقه. وبعدين هنلاقي الاطراف من هنا اغمقت احمرت. نقوم نعمل ايه؟ نجيب ورقه فايل ونغطيها. هتعلى بقى هتبقى بومبي. قد ايه يعني اول قد ايه ما نغطيهاش؟ اول ربع ساعه. وبعدين اول ما الوش الاطراف دي تحمر هنقوم غطيناها بورقه فايل ونسيبها لمده ساعه الا ربع. ماشي خلاص. وبعدين نشيل الورقه. الوش هيتحمر وهتبقى اتجن زي ما اكلوها كده. نسفوها. بالهنا والشفا. لا مفيش حته فاضله. بس ايه ده؟ نعمل بقى التانيه. التانيه اللي هي ايه؟ الحلويات. الاكله التانيه. لا لسه هنسمع اغنيه ونفرفش شويه. يلا نسمع اغنيه. هتسمعونا ايه جوه فوق؟ قول يا نقول يا بنت السلطان. يا بنت السلطان. يا بنت السلطان. بعدين هناخد فاصل نرجع بقى نعمل لكم الطبق اللي بعد كده. مزيكا. انت ما حسالش ايه امير؟ يلا يلا يلا. تارت التفاح والليمون. هو عباره عن 3 طبقات. طبقه الكيك 3 بيضات مفصولين، نص كوبايه سكر بودره، نص معلقه صغيره فانيليا، نص كوبايه زيت، 2 معلقه صغيره عصير ليمون، بشر ليمونه، كوبايه دقيق منخول، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، و2 كوب تفاح شرايح ومكعبات صغيره، معلقه كبيره قرفه،
نص كوباية شربات عشان نسقي الكيك، كريمة الليمون عبارة عن كوباية لبن، 2 صفار بيض، 2 معلقة كبيرة عصير ليمون، 2 معلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة نشا. أوكي. طبقة التالتة بقى المارينج. كل دي طبقات؟ 2 بياض بيض و2 معلقة كبيرة سكر بودرة ونص معلقة صغيرة فانيليا. وانت يعني كي النهاردة فيها حاجة غريبة ولا ايه؟ يوه يكسفني ويكسفني كتير. بركب رموش اشغل بتاع ده هو بقى. بركب رموش يعني بيركبوا شعر، بيركبوا كل حاجة هنا. ايه المشكلة هنا فين بقى؟ هو فيش حاجة اهو. انت بركبين حاجة؟ انت اول مرة تحطي البتوع دول؟ حطيتيهم قبل كده؟ لا يا اختي. ايوه مين اللي قالك تحطيهم دول؟ رموش دول بقى مش حاطهم لك، مش حاطينهم لك في العين كلها، ده في الحته الطرف اللي بقى. ايوه حركات اعمل كلوزه يا جواري، كلوزه عشان نضحك. هتروحي لجوزك كده؟ ايوه برموش. ماشي. ودي تستحمي تقع؟ او ما والنعمه ما اعرف. اول مره مش هو اللي عم بقولي هي بتبربش بتبربش ليه يعني؟ حاسس ان في حاجه مش طبيعيه. لا في شعر دخل في عيني. رموش. بس طبعا مش متعوده يعني. ما تحطيهمش تاني البتوع دول. تعالي غسله وشك. أيوة. احسن حاجه والله العظيم. كل ستات مصر زي القمر من غير ميك اب. صح 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 كده. يلا انت بتقولي ما عنديش وقت. ماشي. طيب انا هعمل طبقين. الطبق الاولاني هحط فيه السكر على بياض البيض، 3 بياض بيض ونص كوبايه سكر ايه بودره، وهضربه لغايه اما ايه يعمل مارينج. اديني انا اضرب ده وانت اعملي حاجه ثانيه. طيب في نفس الوقت دوت هقوم جايبه صفار البيض وهخلطه بالحاجات الباقيه اللي هو صفار. خلاص اهو ده قلبناه كده اهوت وما اتقلبش. طيب. يبقى هو بقى حلو. تمام. انا هضرب بقى ايه هنا؟ عارفه المعلومه دي يا دكتور؟ طبعا. ماشي. انا بقول لها هي ما انت عارفه كل حاجه وانت مش عارفاها. انت قروبه. بص بقى يا سيدي، ده صفار 3 بيضات هنحط عليه عشان ما يتلخبطش الفانيليا وعصير الليمون، الفانيليا وعصير الليمون وبشر الليمون. خلاص. وده الدقيق هقوم حاطة عليه البيكنج باودر. خلاص. وبعدين هضرب لك ده تاني ولا ايه؟ عشان سايب. عشان ضربت البول؟ لا ما يبص. هحط هنا كمان نص كوباية الزيت. يبقى انا حطيت هنا صفار 3 بيضات وعصير الليمون والفانيليا والزيت. خلاص. هو ايه اللي بيغلي على النار ده؟ عايزه زيت؟ خلاص. لا خلاص كده. خلاص اديني بقى البتاع اللي معاك ده. اللي هو ايه؟ اللي هو ده المضرب؟ المضرب لو ضربنا بيه. في مضرب تاني؟ لو ضربنا بيه. انا عايزاه. ما انا عايزاه زي ما هو. في واحد نظيف اهو. لا لا انا عايزاه هو ده. انا ضربت هنا بياض البيض ومعاه السكر وهنا بقى حطيت بياض. لا هنا بياض البيض ومعاه السكر وايه تاني؟ ومعاه السكر بس. وهنا ايه؟ لا ده ملناش دعوه بيه. هشيله؟ مش عايزاه؟ ماشي. والناحيه دي في البوله دي خليهم يا سيدي في جنبي. بص بقى هنا صفار البيض 3 صفار بيض وعصير الليمون والفانيليا وبشر الليمون والزيت. ماشي. خلاص. هضربهم برده هخلطهم كويس عشان اخلطهم. خلاص. لا خلاص انا سريعة مش عايزه. بص خلطتهم كويس لغايه ما بقى عاملين زي الكريمه. ماشي. هنحط ده على ده؟ هنحط ده على ده. ما كنتي ضربتيهم مع بعض من الاول؟ لا لو ما وجعت قلبي ده وسخت حاجات كتير. الكيكه دي بتبقى رهيبه بس اتبعوا جدا وما فيهاش غير نص كوبايه زيت فهي هايله كده يعني. خلاص. وبقلب كده بالراحه جدا بالراحه من تحت لفوق من تحت لفوق لغايه اما ايه الخليط بتاعي يختلط. وبعدين ده الدقيق هحطه على 4 مراحل كل مره هحط وهقلب من تحت لفوق علشان ايه الخليط بتاعي البيض لانه بيعتمد على البياض في الهشاشان والهواء اللي فيه. هقوم حتى تاني من بعيد اقطع لكم. خلاص كده سكاكين. هي البتاعه دي مش كانت مليانه سكاكين؟ ودوها فين ولاد الايه؟
ماشي. لو احسن ان احنا نحطه في مصفى وكل مرحله يبقى بالمصفى ربع كوبايه بالمصفى. خلاص ودي اخر مرحله عشان انا بسرعه يعني، لكن لو بالراحه طبعا عشان احافظ على الهواء اللي جوه الكيكه. وهقوم جايبه صينيه فيها صينيه او بايركس، انا جبت بايركس على اللي هو بنعمل فيه التارت، وحطيت فيه تحت ورقه. انت بتعمل ايه؟ بقطعها. طيب شاطر. انا قلت ابعد عنك عشان ما اقعدش اقرفك بقى. لا لا خالص، بس كده اهو عشان بس ايه الهواء ما يطلعش. بالراحه جدا، بدل ما اعمل تحت الطبقه التحتانيه بدل ما اعملها بسكوت عملتها كيك، ويعتبر ما بين الاسفنجي ما بين الكيك العادي. وجبت صينيه التارت اللي هي الازاز، وهحط فيها الكيك بتاعي اهو. وبعدين بما ان انا عامله حتى طبقتين من الورق الزبده والازاز بيلسع، فعلشان الكيك يستوي والازاز ما يلسعليش الكيكه انا هحط تحت الصينيه دي صينيه تانية او صفيحه، بس الاحسن انا احط صينيه تانية، صينيه تكون الومنيوم تكون تخينه شويه. وهدخلها الفرن لمده تلت ساعه. خلاص وبعدين بس ايه قبل ما هعمل هحط التفاح. خلصتي؟ لا لسه. التفاح بتاعي بقى اهو، هاخد جزء منه. اوه ايه ده؟ شكلها حلوه قوي يا اميره. عبال بس حاجه فيري ديليشس. بص بقى هاخد جزء من التفاح او ممكن كله، واحط عليه قرفة. دوقي. ما تقعدوش في الفصل وتاكلوا كله احنا قاعدين مبسوطين. ايه يعني؟ بس خلاص ريحتها اصلا تجاه مني هنا والشافة. خلطت التفاح بتاعي بالقرفة وهحطه على الوش. هوزعه كده بقى بطريقة ظريفة عشان ايه يدي طعم حلو اهو. وهدخل الكيكة بتاعتي زي ما قلت في الفرن في النص. هحط من تحت صينية علشان انا حطها في ازاز، هحط صينية علشان ما يتحرقش من تحت ويستوي كويس لمدة تلت ساعة. خلاص هقول بقى هيطلع لي عامل ازاي. خلاص تقدر تطلع دي؟ ما اقدرش. طيب. ليه؟ طلعها وحط بقى الكيك. هتطلع لي عامله كده. عايز يعني واحده اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق. اللي فوق دي استوت؟ شوف كده. يلا. طيب انا هعمل بقى الايه كريمه الليمون. كريمه الليمون ركزوا فيها. كريمه الليمون. كريمة الليمون. كريمة الليمون بتطلع من الفرن تبقى كده. اوكي صح، بتطلع من الفرن تبقى كده. بتطلع من الفرن تبقى كده. انا هحط اللبن يغلي على النار، وهقلب هنا ده البيض، هقلب عليه السكر والنشا. اوكي ده صفار البيض، صفار بيضتين، والفانيليا وعصير الليمون. أوكي. وهغلي. حلوه الكيكه. ما اكلتش ليه؟ ما اكلتش حلويات؟ بص قلبت صفار البيض ومعاه النشا ومعاه سكر وايه الليمون. وبغلي اللبن على النار. اول ما يغلي هقوم حاطه اللبن على الخليط بتاعي ده ومقلباه ومراجعاه تاني. الخليط بتاعي يغلي على النار ويتقل ياخد قوام مظبوط. هو غلي. اوكي. عشان ما احطهاش وسخه. خلاص اللبن غلي، هقوم حاطه الصفار، صفار بالتين بالنشا بالسكر
بعصير الليمون والفانيليا. خلاص هي دي كريمة الليمون اهو، اشتغلت ماشي. وبعدين خلاص هقوم حطاه، اول ما يتقل سيبه بس يبرد شوية عبال ما اعمل مارينج. ده بياض، بياض البيضتين بقى، ما هو هنا صفار بيضتين. البياض بتاعه هحط عليه سكر بودرة، وهحط عليه برضو فانيليا، وهضربه عشان ده اخر طبقة لانه هيخش الفرن تاني. خلاص ده تقل، عايزة ايه؟ خلاص شيله من على النار بقى. عايزة نضيف. هضرب ايه؟ عبالة ما داي ده خلاص تقل. هصبه هنا؟ بس بص في خليط هنا كمان، ده من امبارح. ده؟ حطوا عليه عشان يتقلوا شوية. ده فيه تفاح، ممكن نحط في الكريمة الليمون دي نقطع فيها تفاح. طيب احطه على دي اهي؟ لا تعالى اضرب دي وانا بحطه عليه. بس ممكن بسرعة؟ خلاص خلاص. مسك؟ ايوه مسك كويس. أيوة. طيب خلاص يلا هنحط دي، ودي الطبقة الأخرانية. ويخش الفرن؟ هتخش الفرن تاني، هنحطه تحت خالص ونولع من فوق. يقعد قد ايه؟ هيقعد لغايه اما الوش يحمر حسب الفرن بتاعنا بقى. اوكي، بشكر اميره على الطبقين اللي عملتهم النهارده، ميرسي جدا ليكي. خلونا بقى نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع استاذ احمد سعيد مدير التسويق بشركه رنين، واستاذ سمير كمال رئيس قطاع كبار العملاء والتجزئه بشركه يونيون اير، و نشوف التعاون اللي بينهم، ونشوف منتجات يونيون اير اللي بتتباع عند رنين في الستورز الخاصه بيهم والفروع الخاصه بيهم، وطبعا الجوائز اللي شفنا النهارده اللي اتقدمت لجمهورنا المحترم اللي موجودين معانا، وكلها مقدمه من رنين ويونيون اير. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحت. النهارده عندنا في فقره الورشه حاجه معموله حلوه قوي، وحاجات منمنمات معمول بها اكسسوارز تجنن. معايا النهارده بنتين مصريين عاملين بروجكت حلو قوي، مشروع حلو قوي. خليني بس في الاول ارحب بيهم، ماريا ثابت وكاترين كرم، هم مؤسسين مشروع للمهارات اليدويه. اسمه ايه المشروع؟ ارتمانيا اكاديمي. ارتمانيا اكاديمي. اهلا وسهلا بيكم. ماريا كاترين. ازيك يا كاترين؟ اهلا كاترين. اخبارك ايه؟ انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ احنا مع بعض من في المدرسه اصلا، من كي جي 1. فرانه في عزبة النخل. بجد؟ اهلا بيك. اهلا بيك. مين فيكم كانت اشطر؟ لا احنا كنا في فصل واحد اصلا. بس في نفس السن؟ دفعه واحده. اوكي. ودخلنا نفس الكليه الخمس سنين مع بعض. ليه؟ شكلها قروبه. هي اشطر في الحسابات. كنت اشطر في الحاجات الفنيه؟ السوشيال ميديا بقى وماركتنج وكده. احكي لي كده، انتوا المشروع بتاعكم ده فيه ايه بالظبط؟ احنا بندي كورسات رسم، تطريز، تفصيل، حاولنا ندخل كل الاشغال اليدويه على قد ما نقدر. احنا اصلا كليتنا تربيه فنيه، فاحنا درسنا بقى حاجات كتيره جدا مشتغله بالايد بالظبط، تقريبا اتعاملنا مع كل الماتيريالز يعني. اوكي، كل خامات. فكنا حابين نوصل ده اصلا للناس بكل الطرق يعني. اوكي. فحبينا ان احنا ندخل دوت في الاكاديمي، وكمان مش بنعلمهم بطريقه اكاديميه على قد ما احنا بنديهم طريقه سهله. يعني طريقه سهله ان انت هتعرف تشتغل في الاخر بيها. طيب مين بقى نوعيه الناس اللي بيجوا لكم الاكاديمي، وفين مكانها، وازاي الناس توصل لكم؟ احنا مكاننا في الحجاز في مصر الجديده. مصر الجديده. اوكي. نوعيه الناس اللي بتيجي او اعمارهم، هو احنا السيجمنت الاكتر عندنا البنات او الستات. لان احنا عندنا من ضمن الكورسات الكبيره قوي عندنا كورس الفاشن، ان احنا ازاي نفصل ونعمل باترون وخياطه. شفتوا شغلهم حلو ازاي؟ عاملين حاجات تجنن، هفرجها لكم دلوقتي. اوكي. ازاي نعمل الباترون، وازاي نخيط، ازاي نقفل، ازاي تعملي لبسك بنفسك، ازاي تطرزي على كل حاجه، لبس، قماش، ملايات، اي حاجه نتخيلها. طيب وتفتح بيها مشروع. هعمل لكم دعايه دلوقتي. اوكي. جوهري هو الاسم صغير قوي، مش عارف هيبان ولا لا. في واحده كبيره. فين الكبيره؟ استنوا. لا هجيب لكم، همسكها في ايديا واعمل لهم دعايه. اقول لهم كلوز عليها على قد ما تقدروا. ارتمينيا اهي على اهي، وارقام التليفون ده في اللي فوق اهي.
اهو ارت مينيا ده الاسم بتاعهم ARTI مينيا MANIA فيسبوك ارت مينيا اكاديمي وارقام التليفونات اهي محدش بس يتكلم يعاكس لو سمحت اوكي هو الرجاله اللي بترد على التليفونات صح الرجاله اللي بترد على التليفونات احنا رجاله على فكره انت راجل يا حبيبتي طيب احكي لنا بقى ايه الحاجات دي دي حاجات تطريز بالساتين وبالخيوط اول مره اشوفها في حياتي هي الطبيعي اصلا بتاع التطريز ان احنا بنعمل تابلوهات ده الطبيعي المنتشر انت عارفه انا في الاول افتكرتها ايه اللي هو زي الصلصال السيراميك السيراميك بالظبط عجينه السيراميك لا احنا بقى بدانا ان احنا ندخلها على حاجه جديده هي مش منتشره خالص في مصر هي يعني 3 ارباع بتبقى بره احنا نفسنا نوصل بره بصوا انا عايز بقى اوري المشاهد بصوا الحاجات دي كلها ده قماش يعني ده ورد منمنم صغير قوي معمول بالقماش جنب بعض يجنن فيري نايس بصراحه حاجه جديده اول مره اشوفها واشكال مختلفه بتناسب زي ما نقول اذواق كتير هنا مدخلين فيها القصب في النص مش كده تلمع شويه ده سيرما اوكي هي الفكره كمان في ده قلت له قصب ايه سيرما ماشي يا اختي الفكره في ده ان احنا بنطلع الديزاين واحنا بنشتغل يعني ما بنبقاش رسمين الديزاين وكل حاجه بتبقى وان بيس يعني ما بنكررش حاجه غير لو حاجه كاستمايز يعني حد جايب بلوفر كذا طب انا اعملي لي باك جراوند كذا والوردات يبقى داخل فيها عجبني قوي ان انتوا بتبيعوهم بالكارت ده اللي هو يعني كل واحده بتيجي بالكارت بتاعها ده حلو بشكل الديزاين بتاعه حلو والكارت البيضاوي تلاقي السلسله بتاعته بيضاوي شيك قوي بصراحه طب انتوا عاملين برضو الحلقان والخواتم من اهو بس دي حاجه زي كده بتاخد وقت قد ايه عشان تعملي ورد توصل لثلاث ساعات واربع ساعات يعني طب ده لا انا كنت فاكره كده كتير طبعا الورده صغيره قوي هو احنا بقى لنا سنه ونص على ما قدرنا نوصل للكواليتي دي اوكي ده ساتان كله ده ساتان معظم اللي موجود ساتان بس ده خيط مثلا في دخله خيط انتوا لابسينه دي حلوه قوي دي ساتان ده خيط ده خيط ده مختلف خالص برده ده برودري ايوه هو كده بالظبط لا حاجتكم بصراحه حلوه قوي انتوا بتعملوا ايه تاني صوره محمد صلاح حبيبنا ايه بقى بتعلموا ناس الرسم بنعلم رسم من سن 4 سنين كمان لحد 60 سنه واكتر والله اوكي طيب انتوا كده بتعلموا رسم بتعلموا فاشن التطريز ايه كمان جلود صناعه شنط جلود كروشيه تريكو ازاي نعمل اكسسوارز وابتدينا نعمل بارتنرشيب مع كذا حد يدي بيزنس بعد كده ان هي خلاص اخذت ازاي هتفتح مشروعها ازاي بقى تسوق ازاي يعني فعلا في ناس صيادله وهندسه وغيروا الكارير خالص لما جم اخذوا كورسات عندنا انتوا عاملين حاجه حلوه قوي بجد برافو عليكم عاملين حاجه شيك والكواليتي بتاعتها حلوه وانتوا شيك واكيد الاكاديمي اللي انتوا عاملينها اكيد انا متاكد انها حلوه قوي تعال لنا مره بجد تعال شرفتي نورتوني ميرسي ان انتوا جيتونا مره ده نورك وقولوا لنا مره ثانيه كده عشان نعمل لكم دعايه اكتر اسم المكان ارت مانيا اكاديمي ارت مانيا اكاديمي وانتوا عندكم على الفيسبوك وعلى الانستغرام واحنا ورينا لكم دلوقتي الكارت اللي عليه الارقام التليفونات والكلام ده كله ميرسي يا بنات حاجاتكم حلوه والكواليتي بتاعتها عجباني جدا وان شاء الله تصدروا حاجاتكم والمنتج بتاعكم يبقى ان شاء الله تسمعوا ايه عايزين اغنيه ايه في حاجه غنتها الاسبوع اللي فات انا مين غناها ماما ستو ماما ستو انتوا عايزين انا اغني ماما ستو ايوه انتوا بتتكلموا بجد ايوه بجد ايه ده صوتي حلو ولا ايه اغني لكم ولا اغني عليكم هطلع طب ابتدوا العبوا الموسيقى لغايه ما اطلع عشان اخد وقت يا اميره فاكره الاغنيه دي حافظها؟ شويه ماما ستو يسكره بس ان شاء الله دايما منوره احكي لنا حدوته يا ماما ستو بس اوعي تطلع قصيره ايوه طيب هغني لكم والله لا هغني لكم الاغنيه دلوقتي طيب احنا نسمع ماما ستو بعد كده نرجع مع جلاديس حداد نتكلم عن الاسره الخمسه واجدادنا المصريين القدامى مره ثانيه بشكركم ميرسي شرفتوني ونورتوني اهلا هطلع اغني خليكم قاعدين مزيكا لغايه اما اطلع يلا بسرعه الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن الاسره الرابعه من اهم الاسر حصل فيها طفره ونقول حصل فيها طفره ان الاهرام اتبنت فيها هرم خوفو وخفرع ومنكورع وطبعا تمثال ابو الهول النهارده جلاديس هتبتدي كده وتحكي لنا الاسره الخمسه بدات ازاي اهلا بيكي مره ثانيه جلاديولاس ازيك يا خصلاتك البيضه انت كمان راكبه رموش
عادي كده؟ ما أميرة شالتهم من شوية ما استحملتش نفسها. أيوة أنا عارفة. أيوة أنا عارفة. ماشي. أنا بعتذر على صوتي جدا. على صوتك يجنن شاعري. طيب بس زي أنت ما قلت، لكن الأسرة الرابعة بقى شفنا العمارة اللي هي الهرم، شفنا كمان حاجة مهمة قوي، إزاي الناس كانت بتنظر للملك في الأسرة الرابعة إن هو إله على الأرض، وده اللي كان بيحفزهم إن هم يبنوا الأهرامات أو المباني الجميلة اللي احنا شفناها. لما احنا بنقول إن الملك هو إله على الأرض ونبتدي الأسرة الخامسة وتلاقي إن كهنة هم اللي قعدوا على العرش، طب إزاي بقى؟ بس أنا إيه كهنة قعدوا على العرش؟ يعني كاهن بقى ملك، رجل دين. أيوة طبعا. تمام. ف كان لازم يغير. هما من ساعتها رجال الدين عينيهم على من بص من البداية. فاللي حصل كل حتة في الدنيا على طبعا طبعا. فاللي حصل ان هو كان لازم يغير في الديانة عشان يوصل للحكم. فقال ايه؟ مين هو؟ الكهنة. الكهنة الكهنة بقى هو شخص واحد، هم مجموعة، بس هو في الاخر بيخدموا لنفس الفكرة. قالوا الملك، انا هقولها كده فاهم بالبلدي كده، ان هو لا هو مش اله ولا حاجه، هو طبعا ليه كل الاحترام لان هو ملك، ولما يبعث الى العالم الاخر لما يروح بقى يموت ويبعث هيتوحد مع الاله اوزوريس، بس هيكون بقى مات بقى، واحنا مالنا بقى، احنا اوريدي موجودين في العالم الاول. فهم اخذوا الحكم، بس حصل برضو تغيير في الاسامي. يعني انا جايبه لك اسامي الملوك بتوع الاسره الخمسه. قولي. بص بقى يا سيدي، اسر كاف. ايه؟ اسر كاف. صحورع. صحورع؟ اه. مين صحا؟ او صحوره يعني مثلا. صحوره؟ لا هو صحورع. صحورع. اه. يعني هو اسمه صح وابوه حو. لا 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 هو، لا هو الاسم متكون من ثلاث مقاطع مش مركب، يعني ما رمسيس ايه؟ ايه برضو مش رمسيس. امال ايه؟ رعمسو. والله اه فاهم. نفر اير كارع، شبسس كارع، نفر اير را. ده اللي كان بيعمل الشيبسي. وني اسر را. الايه؟ ني اسر را. اوكي. من كاوحر وجد كارع اسسي واناس. أوناس ده أنا عارفه. أوه. الملك أوناس. بالظبط. بص بقى يا شريف، الأسامي بقى كلها داخل لها راح. صح. فهم عشان ما يموت يتوحد مع الإله. لا مش كده بقى، هو دلوقتي جاي بفكرة جديدة. تمام. فقال لك إيه؟ طب خلاص إحنا نحيي عبادة الإله راع، وراع اللي هو مين؟ الشمس. فبدأوا أولا الجبانة بتاعتهم أو بنوا مقابرهم أهرامات أبو سير على فكرة، اللي هي الامتداد الطبيعي بقى إيه بين سقارة وبين الجيزة، عملوا أهراماتهم هناك وبنوا معابد للإله رع. يعني هم إنهم فكروا إن في حد خلقنا وفي إله يشكروا على ده أصلا. يعني هي من الحضارات القليلة اللي كان عندهم دين أو ابتدوا يفكروا هو مين اللي خلقنا وفي ثواب وعقاب والكلام ده كله. بس يا شريف، أي حضارة على وجه الأرض عندهم مقابر مدافن، ده معناه إن هم بيؤمنوا بالحياة الأخرى بعد الموت. لأن مش كل الحضارات عندها مدافن أو مقابر، لكن الناس اللي توصلوا للموضوع ده هم كانوا من أوائل الحضارات اللي هم جات لهم الفكرة إن في حياة تانية بعد الموت. ما أنا قلت لك الفكرة دي جت إزاي؟ فاكرة؟ فكرة. ما قلت انا ده اللي انا مقتنع بيه، وانا يعني قلت لك ان يعني هنقول يعني ان العوامل الطبيعيه اللي حواليهم، يعني الشمس بتشرق في الشرق وتعدي 12 ساعه وتروح نازله بالليل، صح؟ الغروب بتموت، تروح نازله بالليل، يعني نازله في النيل، نازله الناحيه الثانيه بتختص. ماشي. بالظبط، بتختص الناحيه الثانيه في غرب النيل. ماشي. وتتولد ثاني يوم. الزرع النبتة بتحط برضو الحبوب وبتسقيها مية. طيب عملوا ايه في الأسرة الخامسة؟ عملوا تغيير ديني رهيب، فاهم؟ يعني المين في الأسرة دي التغيير الديني، وبعدين بداية ظهور المعابد. يعني انت عندك المعابد قبل كده ما كانش في معابد الأسرة الرابعة، كان كل اللي فاضل ايه؟ معبد جنائزي ومعبد وادي.
ما فيش معايا بتذكرنك، فيش معايا بتشرف. طب ايه اول بقى ما ابتدوا يعملوا ايه؟ معبد ايه؟ معبد الشمس. ده فين ده؟ في ابو سير. فين ابو سير؟ بين السقاره وجيزه. اوكي. يعني انت لو انت في هضبه الجيزه والرؤيه كلير بتشوف اهرامات، الاهرامات بتاعت ابو سير. طب انا عايز اقول لك كان كله في الجيزه، ما كانوش لسه نزلوا في الصعيد تحت عملوا حاجه. ده الدوله القديمه لسه، يعني الدوله القديمه كلها كانت في شمال مصر. اوكي. ملوك الاسره الاولى والثانيه جايين من ابيدوس اللي هي فين؟ اللي هي في سوهاج، العربه المدفونه. جاي من الصعيد. طبعا هم اللي وحدوا بقى مينا بقى والناس دي كلها، فاهم؟ بس هم اختاروا منفس ان هي تبقى ايه العاصمه. تفتكري ايه الحكمه ان هم جايين من جنوب مصر وعملوا عاصمه في الشمال؟ ده عشان يثبتوا وجودهم طبعا ويوطدوا حكمهم، لان الناس اللي في الجنوب كده كده تبعي. فهو عايز ايه؟ عايز يبقى عامل كنترول اكتر على الشمال، فراح عامل بنى العاصمه هناك. عايز اقول لك ان منفس او هي ميت رهينه كانت العاصمه الاداريه لمصر على مدى العصور. أوكي. دوله قديمه حديثه. طيب ايه كمان؟ بدانا نشوف بعد كده. انا اسفه جدا عشان اكلتي كل الاكل اللي عملته، لقيت الجمهور بياكلوا، قالت لهم لا 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 سيبوا لي الطبق، وراحت واخده كل الحاجات اللي في الفرن، قعدت تدب تدب تدب، فاكره ان كده هتسلك زورها، جالها كحه اهو. انت حرانه؟ انا شرقانه. شرقانه؟ طب نجيب لك حاجه تشربيها؟ حاجه ساقعه طيب عشان تشرقك اكتر. ولا كملي. بدأنا نشوف الدولة أو الأسرة الخامسة كان بداية انهيار برضو. ما بقاش في فلوس، الأهرامات اللي اتبنت أخذت الفلوس، أخذت في الأسرة الرابعة بدأوا يبنوا بشكل تاني مختلف. يعني عارفين أهرامات الجيزة كان بيحطوا الحجارة كلها فوق بعضيها، هم كانوا بيعملوا إيه بقى في الأسرة الخامسة أو الستة كمان؟ يعملوا الفريم الأولاني زي حوض كده مربع، وبعدين يعملوا اكسات من الحجر الجيري، ويملوا في النص ايه بقى؟ رتش على رمله. ايه ده؟ ايه ده؟ بواقي. بواقي، وبعدين يروحوا عاملين مصطبه تانية فوق بعض كده، فاهم؟ وفي الاخر هرم. بس انت ما تشوف الاهرامات دي كلها، لو انت هتروح سقاره هتلاقي الاهرامات دي كلها متهدمه. لان ما قعدتش كتير، لان مش قويه زي الاسره الرابعه. ده عشان ما كانش فيه فلوس طبعا بقى، يعني فاهم؟ اسلق بقى واعمل حاجه تانية. طيب ارخص اخرها يعني. شفت حصل من الاسره الخامسه للسته ازاي؟ عشان انا معاكي عشان انت تعبانه. طيب حرام. الاسره الخامسه اخرها اناس، هرم اناس ده مهم جدا. ده فين ده؟ في سقاره برضه. مهم جدا لان ده اول هرم لقينا نصوص على غرفة الدفن. هو الأهرامات التانية ما كانش عليها كتابات خالص. قبل أناس ما كانش في حاجة. طب وقالوا إيه بقى عنده ده أناس؟ النصوص المكتوبة اسمها نصوص الأهرامات. نصوص الأهرامات يا شريف ده أساس العقيدة عند المصري القديم. ده اللي هو عارف أنت المانيوال كده. اللي هو بيقوده إلى العالم الآخر. أوكي. طيب. هريحك النهارده من الكلام. طيب هكمل معاك المره الجايه. عايزه تكلمي الاسره السته؟ كده خلصنا الخمسه. ندخل بقى احنا قلنا اهم حاجه حصلت في الاسره الخمسه حاجتين. التغير الديني، ان الكهنه ابتدوا يسيطروا على الحكم وحولوا العباده الى الاله رع، مظبوط؟ ما تحولتش، هم عملوا له فاهم هايلايت عليه جامد. اوكي. وان في اخر الاسره الخمسه ظهر الملك اناس اللي هو الهرم بتاعه مكتوب فيه نصوص الاهرامات. نصوص الاهرامات. الاسره السته هنبتديها بمين؟ هنبتديها بقى ببي بي وتي تي، لان دي اللي حصل فيها عصر الاضمحلال الاول. بالزبط. وكان سببه تدخل الرجال الدين في السلطه، واعتقد هنا مصر اتقسمت مرتين. طبعا حصل العاصمه مش كده؟ لان الحلقه القوتين بيتخانقوا مع بعض. بالظبط، حصل زي حرب يعني أهلية. حرب اهليه. اهليه بالظبط. وده بسبب تدخل برضو رجال الدين، اللي هو اللي يقرا التاريخ كويس قوي هيلاقي دايما ان التاريخ بيعيد نفسه. احنا يمكن بنعمل الفقره دي وبقول ان احنا عندنا تاريخ عظيم جدا 5000 سنه
اجدادنا المصريين القدماء كان في بعض الاخطاء اللي وقعوا فيها اللي ما خلتش على طول مصر متقدمه. كان في اوقات مصر بتقع زي العصر الاضمحلال الاول وعصر الاضمحلال الثاني وفي عصر اضمحلال ثالث. فاحنا مفروض ان احنا نقرا التاريخ ده ونشوف الاخطاء اللي اجدادنا كانوا بيقعوا فيها عشان احنا ما نقعش في نفس الاخطاء دي مره ثانيه. قراءه التاريخ شيء مهم، واحنا عندنا تاريخ كبير قوي، ودايما بقول الشعب اللي مش هيتعلم من اخطاء تاريخه عمره ما هيبقى ليه لا مستقبل ولا حاضر محترمين. واحنا عندنا تاريخ ما فيش زيه في الدنيا كلها. بشكر جلاديس حداد، ثانك يو، ختامها مسك كان معاكي النهارده. بشكركم ان انتوا جيتونا النهارده، ومبروك عليكم الاجهزه الكهربائيه اللي كسبتوها النهارده عندنا في 4 شارع شيف. شكرا لكم. ميرسي يا امير، قالوا لك اكلك حلو يا اختي. مبسوطة؟ أوي مبسوطة؟ أوي ميرسي ليكي. خلينا دلوقتي نختم يومنا بجزء من مزيكا أوبرا عايدة، بما إن إحنا حاطين التماثيل والحاجات دي فنختم بأوبرا عايدة. شكرا ليكو، باي باي. مزيكا.